كاملين المشكل اللي كان عندنا بالسيد اللي هزينا له الكراسه ولا بغينا نهزوا له الكراسه اللي قال لك ضربته تاع حكومه واحد ثلاث ايام. اولا هذه الهضره ما فيهاش ضرب، ما فيها حتى حاجه، ما فيها موت حمار، وهذه الحمد لله واحد الفيديو اللي انا كنديمي كنمشي نخدم هذه الخدمه هذه اللي ماشي ديالي، اللي هما السلطه اللي خصها ديرها، مي كنمشي كندير ديما جوج الناس معايا اللي كيصوروا باش ما كت اي حاجه دارت كتبان. هذا هو الزهر اللي كان عندنا من الاول. السيد ما مشينا عنده قانونيا، كيما مشينا عند كاوي وبلايص اخرين اللي هزينا لهم، باسكو علمناهم نهار قبل بان هادشي اللي كيديروا ماشي هو هذاك وماشي بلاصتهم وخصهم يتحيدوا هادشي، وقلنا لهم غدا ان شاء الله ملي غنجيو راه غنبداو نهزوا لكم هادشي اللي عندكم اللي بقيتوا هكا. داكشي درنا، دزنا على القهوي كاملين، ها اللي راه شد بلاصتو، ها اللي مازال هزينا له، وصلنا عند مول القهوه بنينا كنهزوا له بالكراسه، جا كيحيد الكراسه عاوتاني وطبالي من الكاميو ديال البلديه، جا كيدافع مع الناس اللي خدامين مع البلديه، وجا كيدافع معايا تايا انا دي الطبله، ولا كيبغي يجرها لي من يديه. واحد الوقت ضرب ديال ضربات ما عرف كيداير، واش شدها تعوجها ولا تعوجت مع ما عقلتش بالضبط، مي ماشي مشكل. بعدا مي جيت كنجر الطبله، انا كنجر الطبله وهو طيح قدامي، انا الطبله بيناتنا ثلاثه الناس واقفين هنا، جوج ثلاثه هنا مورايا، جوج ثلاثه مورا، جوج ثلاثه، قال لك ضربته وتا واحد ما شاف ضربته. هادشي هو الحماق طاح دار موت حمار، هذا هو اللي كاين. ودابا غدا ان شاء الله عندنا التقديم في المحكمه ديال صفرو. انا كنظن البوليس والمخابرات كلهم اللي كانوا في هذا، حيت هذه القضيه كبرات شويه ودخلوا فيها، دخل بالامن بزاف. داكشي علاش كنظن دارت خدمه نقيه ومعقوله، وكنظن غدا غنشوفوا المحكمه اللي كان نديروا فيها الثقه، حنا كنديروا الثقه في القضاء ديالنا، وكنظن ما عرف بالضبط شنو غيكون، مي نورمالمون خصو يتعاقب هذا السيد، باسكو يكون دارها شي قايد ودار شي باشا، كون هذيك الساعه تعتقل ومشى للحبس. دابا غنشوفوا هاد اللي بحيث هاد الفوضى ما نقدش حنايا نقبلوا هاد الفوضى. حنا كنجينا نخدموا البلاد، كاينه السلطه ما بغاتش تخدم معانا، واخا ماشي مشكل، مي اللي خدمنا حنا راسنا خصها يعطيونا حقنا بحالنا بحال السلطه. وهادشي اللي كنتسنى انا من القضاء ديالنا ان شاء الله، ومن من من, من المحكمه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.